يا هلا فيكم في ترند. بينما تترقب الشركات العاملة في قطاع الطيران حول العالم إلى عودة الحياة كما كانت قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، بات عدد منها يستعد للتعامل مع جواز سفر رقمي يوثق تلقي الراكب لقاحا مضادا للفيروس. ومن المرجح أن لا يتمكن من لم يتلقي اللقاح من السفر جوا على متن معظم خطوط الطيران العالمية من عقب انتشار اللقاح على نطاق واسع، ويشمل الجواز الرقمي معلومات تشمل فحص الراكب ويؤكد على تلقيه اللقاح، لتقوم الشركات بالتحقق منها قبل السماح للمسافر بالصعود على متن طائرتها. موقف بطولي قام فيه طفل يدعى إلي يبلغ من العمر 7 سنوات، فقد أنقذ حياة أخته اللي تبلغ من العمر 2 من حريق دمر منزل عائلتها بولاية تينيسي الأمريكية. فقد غامر بحياته وقفز إلى غرفتها من النافذة وتمكن من أخذ شقيقته من سريرها، وقال الطفل: كنت خائفا من الحريق لكنني لم أرغب في موت أختي. أجبر رجال الإطفاء وعناصر الشرطة في ألمانيا على التدخل السريع لإزاحة بجعة كانت تجلس في حالة حدال واستقرت على خط للسكك الحديدية عالية السرعة، مما تسبب في إلغاء أكثر من 20 رحلة قطار. واستقرت البجعة في ذلك المكان بعد مقتل بجعة ثانية فوق القضبان. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه كلب وهو يقتحم ملعب كرة قدم خلال مباراة بالدوري البوليفي. اقتحام الكلب غير المتوقع لأرض الملعب تم من عقب مرور 20 دقيقة من الشوط الثاني، وتسبب في إيقاف المباراة، كما أنه كان يحمل حذاءه في فمه خلال تجوله وسط اللاعبين بطريقة مثيرة للضحك. نتابع معاكم المقطع. Cuando viene tocando la pelota, ahí está justamente, miren, se agarró una zapatilla y lo van a sacar. ¿Y de quién será la zapatilla? Esa es la pregunta. Torres descargó para Ramiro Vaca, para Godoy y se lleva la zapatilla, miren. Qué momento, conociendo en qué termina esta historia del perrito con la zapatilla. La pregunta es por dónde ingresó Ramiro el Can, que además es muy cariñoso, todo cariñoso, ¿no? Todo tierno, miren. Y juguetón. No lo van a sacar así fácilmente. Dije, yo quiero participar del partido, déjeme aquí, quiero que me vean en la televisión. Ramiro, nada de movimiento en el banco de suplentes de Die Strongest, ¿no? Y eso que es visible, además, el cansancio en los hombres de Nacional Potosí. Ya prácticamente están resignando cualquier posición de poder llegar a la igualdad, obviamente. وبهالخبر نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، وقبل ما أودعكم أدعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. مع السلامة.